بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثاني من المحاضرة. إحنا كنا شغالين في الكلاسفول أدريسنج، وقلنا هناخد عليها إكزامبل. على سبيل المثال، المثال اللي قدامنا، أنا لو عندي أي بي أدريس معين 192.168.0.0، وده نتورك أي بي لأن آخره 0، وقلت سلاش 24. يعني إيه سلاش 24؟ سلاش 24 يعني في 24 بت محجوزة للنتورك. في 24 بت، خلي بالك، محجوزه للنتورك، اللي هم 200. وانا عرفت ازاي؟ لان انا طبعا اولا لان هم كلاس سي، ثانيا لان هو قال لي سلاش 24، ثالثا لان السب نت ماسك موجود قدامي 255 255 255. قلنا في كلاس سي الجزء ده محجوز لمين؟ للنتورك. ماشي. طيب الزيرو الاخير هو في كلاس سي، هو المحجوز للهوست. يبقى اذا انا لو حتى جمعت عدد الوحايد منها اللي هي 24 بت، اللي هي سلاش اي 24. هنا السؤال، ايه عدد نمبر اوف سبنت لهذا الاي بي؟ ده السؤال رقم واحد. وعدد الافيلابل هوست لهذا الاي بي؟ ده السؤال رقم اثنين. طبعا خدناها قبل كده اعتقد. يعني انا ممكن ما اجيبلكش كلمة كلاس سي واقول لك هو اني كلاس، وانت هتعرف لوحدك ان كلاس سي. هتعرف منين؟ من الرقم الاولاني ده. احنا قلنا كلاس اي من هنا اهو، كلاس اي بيبدا من زيرو. الاي بي لو لقيت في الاي بي ادرس اول بايت منه زيرو لحد 127 تعرف ان ده كلاس اي. لو لقيت اول بايت 128 لحد 191 تعرف ان ده كلاس بي. لو لقيت 192 لحد 223 تعرف ان كلاس سي. طبعا 224 239 كلاس دي، 224 255 كلاس اي. وبالتالي ده كلاس سي. سهلة جدا ان انا اقول نمبر اوف سبنت اهو، اللي هو 2 اس 6 ناقص نمبر اوف هوستس الاول، يعني عدد الاجهزة المتاحة لهذه النتورك. 2 اس 6 اللي هي 2 اس 8. ليه اس 2 اس 8؟ لان الجزء ده هو اللي محجوز، ال 8 بت الاخرانيين دول هم اللي محجوزين الهوستس، لان ال 3 بايتس دول محجوزين للنتورك، لان الصب ماسك 255 255 255. يعني الثلاثه دول محجوزين للنتورك، والبايت الاخير اللي هو 8 بت ده محجوز للهوست. يبقى 2 اس 8 بتساوي 256. واتفقنا ان احنا بنطرح اثنين، واحد محجوز للنتورك وواحد محجوز للبرودكاست، يعني عنوان محجوز للنتورك ومحجوز ثاني محجوز للبرودكاست. طيب النمبر هنا في النتوركس، او لو نمبر اوف سب نتس، يعني انا ممكن اقسم ده اي بي، دي نتورك اهي، الاي بي بتاعها انا اديته لك اهو. خلي بالك هنا في فرق بين كلاس سي نمبر اوف نتوركس وكلاس سي نمبر اوف نتوركس الاي بي ده بالذات، لان كلاس سي نمبر اوف نتوركس معروف ان احنا قلنا ايه 2 اس كام، خدناها قبل كده في اللي هو هيكون 2 اس. انا طبعا احنا في كلاس سي بشيل اول 3 وهيديني هنا 5، ويبقى كده هنا 16 و5 يبقى 2 اس 21. ده كلاس سي ان جنرال، انما هنا انا بتكلم على نمبر اوف سبنت لهذا الاي بي بالذات، لهذا الاي بي بالذات. فلهذا الاي بي بالذات نمبر اوف سبنت بيساوي ايه؟ بيساوي 2 اس واي بيساوي 2 اس 0 بتساوي 1. اي واي واي 0 ده بقى number of subnets، هي number of zeros number of ones اللي ممكن تلاقيها في الجزء المخصص للهوست. الجزء المخصص للهوست، احنا قلنا الثلاثه دول، الثلاثه بايتس دول محجوزين للنتورك، فالجزء المخصص للهوست هو اللي انا اقدر احسب بيه number of subnet. number of ones، عدد الوانز في الجزء المخصص للهوست هو اللي اقدر احسب بيه number of subnets لاي بي معين. خلي بالك في فرق من بين النمبر اوف نتوركس وفي النمبر اوف سب نتوركس. احنا قلنا كلاس سي هنا، ادي كلاس سي بيساوي 2 اس 21 نمبر اوف نتوركس، يعني ممكن تعمل
2,097,152 نمبر اوف نتوركس. طب كل نتورك جواها كام سب نتورك؟ وده دي بقى المساله اللي بنحلها. دي نتورك معينه ممكن احسب جواها كام سب نتورك حسب بقى حسب الايه كل مساله وحسب كل اي بي وحسب كل بروتوكول، عشان ما حدش يتلخبط ما بين النمبر اوف سب نت والنمبر اوف نتورك. كلاس سي نمبر اوف نتورك اللي هو 2 اس 21 اللي احنا قلنا اول ثلاثه دول ثابتين، و5 زائد 8 زائد 8 2 اس 21 نتوركس. طب كل نتورك جواها كام سب نتورك وكل سب نتورك جواها كام جهاز كام هوست؟ هي دي المسائل بتاعتي. بنحسب كل نتورك جواها كام سب نتورك وكل سب نتورك جواها كام افيلبل هوست. يبقى اذا طيب عدد السب نت اجيبها ازاي؟ ان انا بطرح عدد النتوركس بحجزه خالص ثابتين، عدد الاي بيات البيتس اللي هي ثابته للنتورك بركنها على جنب، واي وحايد في الجزء الهوست هو ده 2 اس الوحايد دي نمبر اوف ذيس يعني بيتس هتديني عدد السب نت. طيب تعالى نشوف كده، دي ده نمبر اوف هوست، تعالى نشوف نمبر اوف هوست. طبعا هل هنا في وحايد في جزء الهوست؟ مفيش خالص، يبقى اذا كلهم تبع الهوست. يبقى اذا نمبر اوف هوست بيساوي 2 اس 6 ناقص 2 بيساوي 2 اس 8 ناقص 2 256 ناقص 2 بيساوي 254. طب انا ليه طرحت 2؟ لان احنا اتفقنا ان في جزء في اي بي للنتورك وفي اي بي للبرودكاست. ايه النتورك؟ اللي هو احنا اول اي بي اللي هو 0 192 168 0 0 ده اخر اللي هو بيبدا من 0 ده اللي هو اخره 0 ده محجوز للنتورك، ولو 192 168 0 255 ده محجوز للبودكاست. يعني ايه محجوز للبودكاست؟ يعني انا لو بعت رساله للاي بي ده هيروح لكل الناس، هيحصل برودكاست لكل الناس. يبقى اذا النمبر اوف افيلبل هوستس بتساوي 2 اس 8 ناقص 2 اللي هو هتساوي 254. طب نمبر اوف سب نتس 2 اس واي هتساوي 2 اس 0. ليه 2 اس 0؟ لان مفيش ولا 1 في الجزء المخصص للهوستس هنا، وانا ما اقدرش احسب اخد اي وانز من الجزء المخصص للنتورك. يبقى 2 اس 0 تساوي 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاي بي ده ممكن اعمل منه 1 سب نت فقط بس، وممكن ب 204 افيلبل هوست 254 هوست. يبقى this IP is for one network and 254 host. طب الاي بيات بتاع الفيرست هوست تبدا من كام لا وتنتهي لكام؟ طبعا ده النتورك اي بي 192 168 00. اول هوست هيبدا من 192 168 01 زي ما شفنا في الجزء الاول المحاضره. اخر جهاز هيبقى 192 168 0، ده اخر جهاز افيلبل. يعني انا ممكن اديه valid، قصدي يعني ده valid يعني ممكن انا اغيره كادمنستريتور، او انا اللي هو 254 ممكن ياخده اي جهاز. ولكن في برودكاست اي بي ده انا ما اقدرش اديه لاي جهاز، ولا 192 168 0 255 ده محجوز. يبقى ده وده هنطرحهم النتورك والبرودكاست. يبقى اذا الهوست اللي ممكن اديها للاجهزه بتاعتي هتبدا من 1 لحد 254 تمام، انما هو اجمالي كل الاي بيات اللي موجوده في الصبن دي من 0 لحد 255 يعني اجمالي 256 جهاز. الفاليد منها 254 كام صبنت؟ هي صبنت واحده فقط لان ما فيش غير ولا 1 في البايت المخصص للهوست. طب ليه انا ما خدتش منها؟ اللي دول محجوزين لمين؟ للنتورك. وبرضو انا باكد في فرق من نمبر اوف نتوركس وفي فرق بين النمبر اوف سب نتوركس. تعال الاكزامبل الثاني، عايز نمبر اوف سب نتس اند فاليد هوستس. اتفقنا ان نمبر اوف سب نتس بتساوي 2 اس نمبر اوف سب نت بيتس، يعني البيتس اللي خاصه بالسب نتس. وفي نمبر اوف هوست بتساوي 2 اس نمبر اوف هوست بيتس ماينس 2. طيب اولا عشان اعرف الاجزاء المخصصه للسبنتس في لازم اعرف هنا الكلاس ده تبع انهي كلاس عشان اطرح الجزء بتاع النتورك، وبعد كده اشوف الوحيد الباقيين. فطبعا انا لو انا سالتك
is this a class A, B or C network؟ هتقول لي 192 168 1 0 بادئ 192 ده كلاس سي على طول. طب الكلاس سي احنا متعودين ان 255 0. لا هو ده الديفولت، هو الديفولت طبعا كلاس سي 255 255 255 0، بس ممكن يتغير، ممكن احط رقم هنا وبالتالي مش هيبقى سلاش 24 هيبقى سلاش هحسب بقى نمبر اوف وانز اللي اضافها الرقم ده، وبالتالي كل ده هيبقى محجوز للنتورك. يبقى احنا اتفقنا كلاس سي بيحجز الثلاثه دول الاولين دول ثابتين ده الديفولت، ولكن هجمع عليهم ما اضافه ال 240 الوانز اللي اضافتها ال 240 عشان يوصلوا 28. فكم واحد اتضاف؟ اتضاف اربع وحيد، لان سلاش 24 زائد 4 ب 28 اهو ادي 8 8 8 3 في 8 ب 24 زائد اربع وحايد اتضافوا بسبب ان انا غيرت حطيت مكان الزيرو الديفولت في كلاس سي في السبنت ماسك حطيت رقم، فالرقم ده اضاف لي اربع وحايد. لو انا حولت ال 240 باينري هيديني الكلام ده، اضاف لي اربع وحايد، وبالتالي الجزء المحجوز الجزء المخصص للسبنت هم الاربع وحايد اللي اضافوا على الزيرو ده على الايه اللي اضافوا على الثمانيه بيتس بتوع الهوست، وبالتالي اللي هم الاربع وحايد دول يبقى اذا نمبر اوف سبنت هيساوي 2 اس 4. جت منين الاربعه اللي هم الاربع وحايد دول؟ طب ليه ما جمعتش وحايد من هنا؟ لان دول محجوزين للنتورك زي ما كلاس سي بيقول. يبقى اذا نمبر اوف سبنتس هي نمبر اوف البيتس الخاصه بالسبنت اللي هي الوحايد اللي اتضافت زياده على الزيروز المخصصه لكل كلاس. احنا قلنا كلاس سي 3 بايتس محجوزين للنتورك، وبالتالي 1 بايت فقط محجوز للهوست. الوحايد اللي في اللي جواه او 2 اس نمبر اوف وانز اللي هي مخصصه بجزء الهوست هو ده هو ده السب نمبر اوف سبنتس البيتس الويتس اللي هي الوانز المخصصه بجزء الهوست. يعني اطرح اول حاجه البايتس بتاعت الكلاس بتاع الكلاس المعين كلاس سي، هطرح الثمانيه دول لان الكلاس سي 24 بيت محجوزين للنتورك، واشوف في الباقي في جزء الهوست ده في كام وان. يبقى اذا نمبر اوف سبنت يساوي 2 اس نمبر اوف وانز في جزء الهوست ده، يبقى 2 اس 4 تساوي 16. طب نمبر اوف فاليد هوست بيساوي ايه بقى؟ زي ما قلنا يعني ايه فاليد هوست؟ يعني الهوست اللي انا ممكن اديها اللي يكون اديها اي بي هات معينه عددها كام؟ دي 2 اس 4 برضه، بس هطرح اثنين زي ما اتفقنا عشان واحد النتورك واحد الادرس. طب ليه 2 اس 4؟ الجزء الباقي بقى اللي هي الاربع اصفار دول هم دول اللي فاضلين للاي بي هات بتاعه الهوست، لان الاربعه دول بتوع الايه؟ بتوع السبنت، والجزء ده كله بتاع النتورك، فمش فاضل غير الفاليد هوست غير الاربعه دول، واطرح منهم اثنين عشان برودكاست ادرس والنتورك ادرس. طب تعال نشوف الاكزامبل ده. لو انا عندي اي بي 150 150 0 0 وسبنت ماسك 255 255 255 252 سلاش 30، وقلت لك ده كلاس A B or C، وايه عدد السبنتس وايه عدد الفاليد هوستس؟ طيب بداية ال 150 دي بتقع في انهي كلاس؟ تعال نشوف كده، نرجع ال 150 هتلاقيها بتقع في كلاس B 128 191 كلاس B. يبقى اذا ده كلاس B. طيب عدد السبنتس هنا بقى، طب عشان احسب عدد السبنتس لازم زي ما اتفقنا اطرح عدد النتوركس الاول. احنا قلنا كلاس B بيحجز كام بت للنتورك؟ بيحجز اول 2 بايتس، هو 255 255، يبقى اذا بيحجز 16 بت.
احنا قلنا كلاس بي سلاش 16، يبقى انا لازم كده في 16 بيت كده اطرحهم اركنهم على جنب، دول بتوع النتورك. قالوا 8 زائد 8 يبقى 16، وبعد كده احسب النمبر اوف وانز اللي موجوده في الجزء الثاني بتاع الهوست. احنا مش اتفقنا ان كلاس بي بيحجز 16 بت للنتورك و16 بت للهوست؟ طب 16 بت للهوست المفروض كلهم يبقوا زيروز عشان الهوست، اذا اتحط فيهم وحي يبقى دول بتوع السبنت. فال252 دي لو حولناها باينري هتبقى الرقم ده، وال255 اللي هي 8 وحي. فاذا ال16 الاولين دول محجوزين للنتورك، هيتفضل لي ال16 التانيين دول هيعد منهم كام واحد؟ قال 1 2 ادي كده 8 زائد 6 14، يبقى اذا نمبر اوف سبنت بيساوي 2 اس 14 بيساوي 16384. طب النمبر اوف فاليد هوست الاصفار الباقي، عدد الاصفار الباقي يبقى 2 اس 2 ب 4 ناقص، وهطرح منهم كمان 2 اللي هم واحد للنتورك زي ما اتفقنا، واحد برودكاست هيديني جهازين. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الاي بي ده بالماسك ده ممكن نعمل منهم 16384 سبنت، اقسمهم ل 16384 سب نتورك، وكل سب نتورك ما فيهاش غير جهازين فقط اقدر اديهم اي بي هات. طبعا هم اربع اي بي هات، منهم اثنين محجوزين، واحد النتورك وواحد البودكاست. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. هنا مش بيحسب، خلاص احنا كده عرفنا ازاي نحسب، يعني ملخص ازاي احسب عدد السبنتس وعدد الفاليد هوست زي ما شفنا، ومش عايز حد يتلخبط ما بين عدد السبنت وعدد النتوركس، لان كل كلاس ليه عدد نتوركس معين اللي هو ايه بيساوي زي ما اتفقنا، بتطرح اول بيتس ثابته وتجمع حسب السبنت ماسك هنا، وتقول مثلا يعني هنا كلاس بي 8 و8 16، وبتطرح اثنين بس لان في اثنين ثابتين، يبقى 2 اس 14 تمام، اللي هم نمبر اوف نتورك تمام. وهم هنا برضو هم نمبر اوف سبنت، بس هي جت بحسبه ثانيه اللي هي 8 زائد 6 بيساوي 14. هنحسب حاجه اسمها نمبر اوف برودكاست ادرس. نمبر اوف برودكاست ادرس يعني هو عايز، لو انا جبت لك اي بي معين قلت لك ايه الاي بي بتاع البرودكاست، اديك الاي بي واديك السبنت ماسك، قلت لك ايه الاي بي بتاع البرودكاست، انا ادي اي بي وادي سبنت ماسك، فانا بشوف جزء النتورك فين. السبنت ماسك هيعرفني جزء النتورك اللي هو في عنده 255، ده جزء النتورك. يبقى اذا الثلاثه التانيين دول كلهم تبع الهوست، وبالتالي انا اخليهم كلهم وحايد، يعني اخليهم كلهم 255 وهو ده يبقى هو اللي برودكاست ادرس بتاعي. يبقى اذا هثبت الاولاني ال10 لانه ما يقابل 255 هثبته، وهدي الباقي كله 255، يبقى 10 دوت 255 دوت 255 دوت 255 ده البرودكاست ادرس للنتورك. طب تعالى في اكزامبل ده، لو انا عندي نتورك 172 16 20 20 وقلت لك ان السبنت ماسك بتاعها 255 255 255 0، طيب الجزء المحجوز هنا للنتورك فين؟ اهو اللي هو 255 255 255 اللي هو 178 16 20، دول كلهم محجوزين لمين؟ محجوزين للنتورك. كل ما يقابل 255 محجوز للنتورك، يبقى الباقي الاخير ده اللي هو ال 20 هو ده بس المحجوز للهوست، هو ده اللي وصله 255. يبقى هون 172 دول 16 دول 20 هثبتهم لانه قصادهم 255، والاخير هوصله 255 ده البودكاست ادرس. ده كله كان حاجه اسمها كلاسفول ادريسنج. كلاسفول ادريسنج يعني انا بشتغل بكلاس اي بي سي، بيكون عندي كل كلاس بعرفه من اول بايت فيه، ده كلاس اي وده ده اصلا ال 10 ده تبع انهي كلاس؟ طبعا ده كلاس اي، وال 172 دول طبعا انهي كلاس؟ يعني زي ما ده اللي هو كلاس سي زي ما هنشوف الجدول هنا.
كلاس بي اللي هي 128، من 128 ل 191 ده كلاس بي. تمام. طبعا البرودكاست انا هنا ببص على ال 255، اي 255 ما يقابلها بثبته. تمام، انا ما اي رقم يقابل 255 انا بثبته، وبحط 255 في الواز زيروز، عشان ده يعني دي حسبه غير حسبه السبنت وحسبه الايه الاي بي ادرس. الكلاس ليست ادريسنج ده نوع تاني، ده كان اللي فات ده كان كلاس فور، يعني في كلاس اي بي سي. هنا كلاس ليست يعني انا ما بتقيدش بكلاسات، لا عندي سلاش 8 ولا عندي سلاش 16 ولا عندي سلاش 24. تمام، فالسبنت بارت والهوست بارت دول فليكسبل، يعني بيتغيروا بطريقه يعني فاريبل. على سبيل المثال لو انا عندي اي بي ادرس بالشكل ده، فممكن الهوست بارت ياخد حتة من جزء، يعني ممكن يكون في بت تبع الهوست بارت داخلة في بايت، جزء منها للنتورك وجزء منها للهوست. احنا كنا في الكلاسات كنا بنقول ايه، في الثلاثة بايتس دول مثلا يا اما كلهم محجوزين للنتورك وده محجوز للهوست، او اتنين بايت للنتورك واتنين بايت للهوست، او وان بايت للنتورك وثلاثة بايت للهوست. لا هنا ممكن تكون 2 بايت وثلاث ارباع للنتورك وبايت وربع للهوست، او 2 بايت ونص للنتورك وبايت ونص للهوست، وهكذا. فبيسموها ايه كلاس ليست. انا لا اتقيد بكلاسات معينه. واحنا اتفقنا هنا ادي هنا سلاش 23، ما يعني انا ما هلاقي ليه هنا سلاش 23، لانه حجز للنتورك 23 بت. احنا قلنا 23 دي لان عدد البيتس اللي هي خاصه بالنتورك، فلانه حجز للبت 23 فقط وخلى بقيه ال 32 اللي هو